أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هنعيشها صح. هنعيشها صح عشان بإذن الله حياتنا الجديدة كلها تبقى صح. النهاردة معانا ضيف من الشرقية، أحسن ناس وأجدع ناس وأطيب ناس، أهل الشرقية كلهم، وأنا برحب بيهم على الهوا. معايا أستاذ زاهر المهر، منظم حفلات وديكورات. أهلا بيك. ربنا يخليك يا فندم. منور الاستوديو ومنور مدينة الإنتاج الإعلامي. ربنا يخليك يا زهران. والله شغلك شدني جدا لما شفته على السوشيال ميديا، وقلت لازم أستضيفك. بحس إن في ناس كتير بتبقى عايزة تعمل حفلات ديكورات، فطبعا مش هيلاقوا حد احسن منك طبعا. ربنا يخلي حضرتك. في البدايه عايزه حضرتك تعرف المشاهدين مين هو استاذ زاهر المهر وايه طبيعه شغلك. والله حضرتك انا المهندس زاهر شعبان متولي الشهير بزاهر المهر. منظم حفلات على محافظه الشرقيه ومدينتي مدينه درب نجم من قريه طل القاضي. حفلاتي كلها افراح، اعياد ميلاد، خطوبات، حفلات راس السنه، كتب كتاب، وكل حاجه. كل انت ماسك شكل الحفلات كلها، كل جميع الحفلات على مستوى يعني لو الجمهوريه كلها الحمد لله يعني والله معروفين. بتعمل يعني الديكور والحفله من اي تو زد، يعني من الاول كده بجي اقول لك عايز اعمل حفله، انت اللي بتنظم الاورجنايزر للموضوع بالنسبه لي. ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. انت بقالك قد ايه يا استاذ زاهر في المجال ده؟ بقالي 25 سنه. يا ده مجال كبير قوي. انت خريج هندسة بس اتجهت الحكاية دي، حبيتها ونجحت فيها الحمد لله، وخدتها يعني حبيتها واتجهت لها يعني شدتني ليها، فبرعت الحمد لله فيها. ابدعت زي ما انت شايفة كده حضرتك. لا طبعا انا شفت الشغل بصراحة، كده كده ارقامك على الشاشة وبيدجتك على الشاشة، المشاهدين هيخشوا بنفسهم ويحكموا على ده، وطبعا هيشوفوا الشغل على اعلى مستوى بصراحة. وطبعا اهل الشرقية كلهم بيشكروا فيك وبيشكروا في شغلك جدا خليك. جدا عامل معهم الصح. انت اللي بتختار ديكورات العميل ولا هو اللي بيختاروا؟ ايه الموضوع بيبدأ ازاي؟ والله حضرتك يعني ايه، بنحاول افرج العميل على الشغل اللي معايا وبحاول اقنعه. هو له وجهه نظر وانا ليا وجهه نظر على طبيعه العمل اللي موجود معايا على ارض الواقع. فهو ما يقتنع بشغلي، هو لا يقتنع بكلامه، بحيث ان هو لو معاه فيديوهات جايبها من على السوشيال ميديا انا بنفذها. انت لو حد جاب لك فيديوهات تقدر تنفذها بالحرف؟ انفذها في ايا كان اي ديكور بتقدر تنفذه بالظبط بامر الله. لان في ناس بتبقى عايزه كده. طب لو حد جاب لك بقى فيديو او قال لك عايز اعمل الشغل بالشكل المعين وانت ما عجبكش، بتوافق؟ لا طبعا. لازم طبيعه العمل بتاعي احسن حاجه دي بتظهر على السوشيال ميديا، فعشان كده لازم الحاجه تبقى انا اولا راضي عنها، مقتنع بيها وراضي عنها. طبعا طبعا ده سبب نجاحك طبعا. لازم. طيب انت لم تحاول بقى تقنعه ولا بتعمل ايه؟ مثلا بيقول لك لا مثلا عاجبني ده وانت شايف انه مش مناسب، يعني ده مش ديكور عيد ميلاد، ده ديكور فرح، لا ده مش دكتور، ده مش ديكور كاتب كتاب، فانت بتقنعه ازاي؟ بتعمل ايه؟ بتوصله الحته دي ازاي؟ والله حضرتك انا بفرجه على يعني كم حفله على حسب طبيعه العمل اللي انا رايح له. بوريه واحد واثنين وثلاثه وهو يختار ما بين طريقه العمل اللي هو عايزها وبين طريق تاني اللي هو هيشوفها. عشان كده لازم هو يبقى مقتنع بالشغل اللي هيتعمل له. يعني لازم تقنعه، ما ينفعش لو ما اقتنعش. طب لو ما اقتنعش خلينا ما اقتنعش انا ممكن اعمل له وجهه نظره بس بفكرتي انا. بتريحه في الاخر، بتريحه على قد ما تقدر. فريق العمل الكبير اللي معاك ده بجد انت معاك فريق عمل كبير الحمد جدا لله. الاول هم عددهم قد ايه؟ يعني كلها على حسب طبيعه العمل. يعني بدايه من 10 لحد 20، يعني العيد الميلاد غير الفرح غير الايفنت كده، بتختار العدد على حسب الحدث نفسه، على حسب طبيعه العمل اللي انا رايح له. الموضوع كبير لازم يكون معاه رجاله كتير. بس مش اكتر. اكتر حاجه اصلا ايه اكتر حاجه بتحتاج رجاله كتير؟ فرح ولا الايفنت؟ جوده الاثنين دول على حسب المكان اللي انا رايح له. يعني ممكن اروح مثلا افراح في فيلات، فطبيعه الفيلات دي يعني ديكوراتها كتير طبعا، والجناين كذا دور وبسينات الجناين جاردنز والفنادق. حفلات راس السنه، بتخش في حفلات راس السنه؟ ايوه كنت في حفله راس السنه جوه الفنادق. ايوه كنت في حفله راس السنه السنه دي في الغردقه. والله فين في الغردقه؟ فين في الغردقه؟ كانت في الغردقه نفسها. الغردقه نفسها انت اللي نظمتها؟ والله دي عايزه رجاله كتيره جدا الحمد طبعا. لله. خدت كام واحد معاك من الشرقيه؟ كان مع حوالي كنا حوالي 50 واحد. طبعا عشان الحدث وقعدنا هناك اسبوع كامل.
الموضوع بياخد وقت كبير كبيرة. طبعا آه الفريق العمل بقاله قد ايه معاك القدام بقى؟ يعني اكتر حد تفتكره قعد معاك 25 سنه من اول ما بدات. من اول ما بدات في ناس ما زالت معاك؟ اه حبوني وحبوا طريقه شغلي، ومنهم اخواتي واهلي وفي عملاء معايا، يعني هم معانا كانهم اهل اخوات. الشرقيه طيبين وولائهم لبعضهم الصراحه، انا عارفه ده طبعا ربنا. ايه اكتر حفله بقى اما بتيجي تجهزها بتحس انها صعبه ويا رب تعدي على خير ويا رب تبقى حلوه، وانا عارفه وانت داخل وعارف انها صعبه بس بتخشها؟ حفلات راس السنه لها مذاق خاص كده، يعني الفنادق بالذات وطريقه السياحه كده كده. احنا بنطلب من فريق الاعداد يجهز صورك وفيديوهاتك على الهواء وشهاداتك من جهات حكوميه ومدارس حكوميه عقبال ما تكمل لي الحفله الصعبه. الحفله الصعبه حضرتك هي عباره عن حفله راس السنه، ده اصعب حاجه. يعني ايه ليه؟ لها مذاق خاص ولها يعني بيستلموها بالمسطره. اوه مش غلط. يعني ممكن 3-4 مهندسين يستلموا ورا منك بحيث ان هم يراضوا السياحه، عشان دي في عمله صعبه داخله للبلد، فلازم يكون شغل ايه مميز، نمبر 1 زي ما بيقول. ده اصعب حفله، حفله راس السنه. حفله راس السنه تجهيزها مش عايز فيها غلطه. لا لا لا، كل سنه بتطلع راس السنه ولا السنه دي كانت؟ كل سنه. كل سنه. يعني ايه اكتر حفله راس السنه عجبتك في الفتره اللي فاتت كلها؟ كانت فندق ايه ولا كده؟ لا هي السنه دي في الغردقه. الغردقه عشان ده طابع في اجانب وحفله كبيره. لا كان فيها سياح كتير والله، وكان فيها سياح كتير وكانت حفله كبيره. الناس اتبسطت وهي ماشيه؟ اكيد. انا الناس كلها لما عرفوا ان انا مستضيفاك شكروني جدا، ربنا يخليك، وقالوا لي اكتر حد بيبسطنا في الحفلات واعياد الميلاد والايفنتات متميز في الحته دي. ايه موضوع الاناره عندك اللي مختلفه ده؟ ايه موضوع الاناره ده؟ بيقولوا لي موضوع الاناره عند استاذ زاهر المهر مختلف وكبير. بحب يعني بحب عندي كل جديد. متابع السوشيال ميديا طبعا على طول. برضو بنستورد شغل من بره على حسب طبيعه العمل، مهما كان لو انطلب مني ايه. لبن العصفور في مجالي ان شاء الله بيكون بتنفذه. بيكون موجود، بتنفذه، بيكون موجود، ما بتاخرش عن اي عميل مهما كان هو عايز ايه، حتى لو حاجه صعبه مش موجوده. لا الصعب عندنا سهل بامر الله. الصعب مع يعني مع استاذ زاهر المهر سهل باذن الله. باذن الله بينظم كل حاجه على اعلى مستوى يا جماعه. كده كده ارقامه على الشاشه واللوجو بتاعه واعلاناته ورعايته طول البرنامج انا بشكره عليها، عشان تقدروا تتواصلوا معاه. طبعا داخلين على اعياد وداخلين على مناسبات وناس بتعمل زينه رمضان طبعا بيدوروا طبعاً. في عندك ناس طلبت منك زينه رمضان؟ معلقت في مدينتي على جميع يعني محلات ومساجد واجواء رمضانيه. اجواء رمضانيه دي جميله. كل سنه وانت كل طيب، وكل سنه وحضرتك طيبه، وكل سنه والمشاهدين طيب بخير يا رب، رب يقعدوا عليهم بالخير ان شاء الله. طيب انا هطلع فاصل وارجع اكمل كلامي معاك تاني. اعزائي المشاهدين اطلع فاصل وارجع لكم. ورجعين لكم بكلام مع استاذ زاهر المهر عن الديكورات والحفلات، والموضوع كبير قوي معاه. طبعا انا شفت الفيديو بتاعك وكل المشاهدين شافوا فيديو بتاعك الرعايه بتاعت الاعلان. بصراحه شغلك كبير، الاناره كمان متميزه وروعه. انت كمان يعني بتقول لي علقت في مدينتي زينه رمضان، ومدينتي دي مدينه كبيره وناسها بيحبوا الاجواء دي، فطبعا دي حاجه كبيره جدا ان انت وصلت للمكانه دي. طيب احنا كده كده بيجهزوا لنا الصور بتاعتك وشهاداتك. انا عايز اعرف شهاداتك خدتها من مدارس ايه؟ فريق الاعداد جاهز بالصور والشهادات؟ طيب قول لي كده بقى، الشهادات دي خدتها من ايه والصور دي كانت؟ والله حضرتك كان عملت حفلات في مدارس حكوميه والحاجات الحكوميه. الشهادات معانا هي على الهوا. دي شهاده ايه؟ احكي لنا كده. دي حضرتك في شهاده انا واخدها في مدرسه حكوميه
عندنا كنت عامل حفلة فيها والحمد لله نجحت، فحبوا يكافئوني ادوني شهادة. ادوك شهادة ما شاء الله، في شهادات تاني طبعا. وعامل حفلة برضو في في معهد أزهري برضو الحمد لله نجحت على أعلى مستوى، كرموك برضو ادوك شهادة. وفي في قريتي برضو جمعية تنمية المجتمع مساهمين فيها برضو، وبنعمل برضو أي حفلات فيها خيرية أو أي حاجة تخصها، فالحمد لله برضو ولله الحمد. لا واخد شهادات وشهادات واضحة، هي المشاهدين على الشاشة كلها شهادات حكومية ومختومة ومكرمينك عشان شغلك طبعا عالي جدا. والله الحمد وصور لله. وصور شغلك طبعا هتظهر لهم دلوقتي وهيشوفوا الإنارة وشغلك الكبير عامل ازاي. ربنا يخلي حضرتك. اهي معانا الصور على الهواء. دي ده مين ده؟ ممكن تشرح لنا فريق العمل وحضرتك؟ في منهم دي فريق العمل بتاعي. دي اخر عزا كنا عاملينه، كان عزا حد تقيل وكان حاجة فخمة وضخمة جامد. يعني فريق عمل متكامل من فراشات لإنارات لبوفهات، حاجة ما شاء الله يعني على مستوى عالي. باين اهو طبعا فريق العمل بتاعك فريق كبير. دول اللي ده رجالتي وبشكرهم على الهوا من خلالك عشان بيتعبوا معايا. شغلك طبيعته صعبة. صعبة جامد يعني، والصعب اللي فيه ان احنا بندي كل واحد حقه. اهي صور لفريق العمل عقبال ما يجهزوا صور للاناره والحفلات. ده برضو من فريق العمل. من فريق العمل. لا الشغل كمان اللي ورا بص بقى ده ايه بقى شغل بقى بوابات عاليه يعني. ايه دي بتبقى استقبال للشغل نفسه يعني، دي واجهه الشغل حلوه قوي. دي حاجه بقى بتاخد مننا وقت ممكن تاخد لها 3 ايام ولا 4 ايام يعني علشان ننفذها. دي كانها رسمه كده حضرتك وبننفذها على ارض الواقع. يعني ممكن العميل بتاعنا او زبوننا يشوفها على السوشيال ميديا ويقول عايز دي، بننفذها له حتى لو صعب. وحتى لو صعب ما باين طبعا. بنحاول نجيب بكل مشترياتها من اماكن معينه. بصي عامله ازاي ما شاء الله. دي كانت هنا في القليوبيه، محافظه القليوبيه. محافظه القليوبيه عملت حفلات فيها. عملت حفلات فيها في القليوبيه هنا. تحفه طبعا. دي حفلة رأس السنة في الغردقة. في الغردقة. دي في الغردقة. دي هم كانوا طالبين الشغل معين واحنا نفذناه. ده ايه بقى ممكن تقول لي؟ دي حفلة فرح، كان فرح كبير في مدينة المنصورة. في المنصورة. في سيمبلوين. فكان بتاع حد تقيل يعني، كان في مساعد وزير الثقافة. كان نعم. في فيلته. في الفيلا بتاعتك. في الفيلا بتاعتك. طبعا باين انها كبيره اهي الفيلا. وباين ان انت منظم. اللي فرح يعني هو كان بالصبح. الحفله دي كانت دي لسه بالنهار. لسه كنا مصورينها بالنهار ولسه كانت متصوره بالليل برضه. طبعا شغلك باين طبعا هايل جدا. ربنا يخليك. ده ايه ده بقى ممكن تقول لي؟ دي برضه كان برضه حفله فرح. كان قريب في مدينه بتاعتنا، مدينه دياب. ولله الحمد يعني الحمد لله كانت حفله ناجحه من كله. حلوه جدا باين. ده ايه بقى؟ دي كانت في مدينه في نويبع. نويبع. انت لفيت مصر كلها. بروح سينا. لا بروح سينا. لا حضرتك بروح سينا برضو بعمل حفلات كبيره هناك. والحمد لله كانت حفله عربويه وناس تقيله تقيله جامد. طبعا. ما شاء الله كانت على البحر مباشره ما شاء الله. ونظمتها كلها. قعدنا هناك حوالي 10 ايام. ما شاء الله كانت حاجه ما شاء الله. ده ايه بقى ده؟ دي برضو نفس الوضع برضو واجهه شغل، حاجة جميلة زي ما انت شايفة حضرتك بتتنفذ مننا على حسب الرسمة اللي الزبون عايزها او العميل بتاعنا عايزها. بننفذها له زي ما انت شايفة جدا. لا بس صعبة. وبس انت كمان صعبة. عاملها تحفة بصراحة. الصور مبينة جمال شغلك. ربنا يخلي حضرتك. والله احنا بنتعب علشان العميل بتاعنا يبقى مبسوط. ترضيه. انت عايز ترضي عملائك طبعا. عشان كده مستمرين معاك. الحمد لله. وبيقولوا البعض بدليل ان انت لفيت جمهوريه مصر العربيه. فضل ونعم الحمد لله. نويبع وسينا والمنصوره والدقهليه والغردقه. الحمد لله. يعني ومدينتي ده انت وصلت حتى للقاهره من جوه. ربنا يخلي حضرتك. يعني بصراحه شغلك واضح كمان. ده ايه بقى ممكن تقول لي؟ ده ايه؟ ده برضو كان فرح كبير. حفله يعني حفله فرح كان فيها ياسين التهام. حاجه كبيره. كان يعني مرشح مجلس الشعب. كانت حاجه جامده عنده. طلبوك انت تنظمها.
حلوه جدا شكلها طبعا جدا الحمد لله شهادتك اهي برضو الحمد لله. طيب انا عايز اعرف منك انت يعني اشتغلت على نفسك ازاي وعملت ايه عشان تجتهد بالشكل ده؟ فريق العمل اكتر ولا انتوا ايد واحده؟ فطبعا انت اجتهدت فوصلت بان انت تلف في جمهوريه مصر العربيه دي. والله حضرتك يعني ابتديت زي ما كل اي حد بيبتدي، ابتدي صغير، ابتديت واحده واحده، مش محدش باخد السلم من طبعاً اوله طبعاً. من اخره انا ابتديت من اوله اكيد كل الناس ومشيت كلنا واحده واحده على قد دي لحد ما وصلت الحمد لله عشان انا بحب مجالي. اي حد بيحب شغله بينجح فيه الحمد لله. انت قلت لي ان انت عم بتعمل برضو عزا وصوان عزا يعني برضو ده كمان على مستوى مستشارين وزارات في اي مكان حضرتك بنعمل في اي مكان في اي مكان ولله الحمد. يعني ايه الضغوط اللي بتقابلك في شغلك؟ والله الضغوط اللي بتقابلنا في شغلنا لما يكون عندنا موسم شغل واحنا ما بننامش ومطلوب مننا ان احنا ننفذ الشغل للعمل ومطلوب مننا ان احنا ما نقصرش فلازم نبقى مضغوطين ونطلع ولازم ننجح العمل اللي احنا رايحين. اكيد طبعا. ايه المسؤوليه اللي بتواجهك في شغلك؟ والله حضرتك المسؤوليه ان احنا مثلا ان صاحب العمل بيكون رامي عليا المسؤوليه انا وانا اللي بشيلها من اولها لاخرها فلازم ابدع فيها علشان العميل بتاعي يبقى مبسوط ويواثق فيا قد مسؤوليه عشان واثق فيك فانت لازم تبقى على قد المسؤوليه وقد ثقته على قد ثقته مش هتغزله اكيد لا يعني وجاي لك انت بالاسم ومن اماكن بعيده يعني مثلا نويبع غردقه هيجي لك لما يكون واثق فيك وثقتك مسمعه يعني مواصلات نويبع لوحدها بتاخد لها يومين في الطريق رايح ويومين جاي يعني لو مش الزبون واثق فيا مش هيكلمني يعني مكالمه تليفون اكيد طبعا. ما هو دلوقتي بندور على الحد الثقه والحد الاهيل بالحاجه اللي احنا نعملها. احكي لنا موقف صعب ومحرج حصل لك في شغلك واحنا على الهواء. والله موقف صعب ان احنا مثلا كنا عاملين حفله في مره والاستيج من اللي هو بتاع زمان وعليه كميه بشر بخبر ابيض حفله فرح بس كانت كبيره العيله كلها طلعت رقص العيله واهل البلد ويجي الاستيج واقع حاجه صعبه جدا شفناها كانت ليله صعبه. حليت الموضوع ده ازاي؟ يعني كان معانا من اهل القريه ناس لهم في المجال وقفوا معانا وساعدونا ولحد ما قومنا الفرح تاني ورقصوا تاني وانبسطوا. ربنا يجعلك دايما كبسة النيل. طب بالنسبه للاجازات بقى والاعياد الرسميه هل بتاخد اجازات واعياد رسميه زي حضرتك بلد كلها؟ احنا في مجالنا ده بالذات ملناش اجازات. يمكن الاجازات الناس كلها بتعيد على اهاليهم وكله بيروح بلده واحنا بنقصر مع اهالينا. ليه؟ عشان نراضي العملاء بتاعنا بنبقى محجوز معانا مواعيد شغل يعني ممكن من الاعياد بينحجز معانا من اول السنه للعيد فالاعياد دي بترتبط ببعضها كده مقصر مع والله واحنا من خلال حضرتك انا يعني انا بعتذر لهم لاهلي واخواتي وعيلتي ان انا بقصر في حقهم بس غصب عني. والله غصب عنك واكيد هم فرحانين برضو بنجاحك. طبعا طبعا. طيب انا عايز اعرف بقى منك كده ايه النصيحه اللي تقولها للمشاهدين على الهوى ويعني وتوجههم الفتره الجايه؟ النصيحه اللي انا اقول لهم اولا كل سنه وهم طيبين بمناسبه رمضان ويعني عندك مناسبه خليك مع اللي هتثق فيه والله برافو عليك وينفذ لك الشغل على اكمل وجه ما تمشيش ورا الاشاعات ورا المسميات. اشوف اللي عنده خبره في مجاله اللي 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 سيته مسمع اللي ريفيوهاته كويسه مش اي حد يقول لي اي حاجه دايما بالزبط. اشوف المده اللي اشتغل فيها الشخص ده قد ايه وانه يقدر يعمل لي الحكايه دي وشايف شغله خلاص انا كده واثق فيه اروح معاه صح كده ولا ايه؟ بالظبط حضرتك. طب تشكر مين عبر الهوا؟ والله احب اشكر الاستاذه رانيا اولا مرسي على الاستضافه مرسي الجميله والممتعه استاذ زاهر بجد الله يخليك وقناه الصحه والجمال واهلي وعائلتي اللي هم فعلا تعبانين معايا واخواتي واصحابي وفريق العمل بتاعي واهل قريتي واهل محافظتي على اللي هم يعني بقفوا معايا كتير شايلينه معايا بجد بيحبوني وانا بحب اهلي جدا وبحب بلدي وعشان كده لو اهل الشرقيه يعني من الناس الجميله والطيبه في حقيقه احسن ناس بامانه يعني انا بشكر كل اهل
الشرقية بجد بأمانة. وبشكر إخواتي من على الهوا اللي هم فعلا مسندني وما بيقصروش مع العملاء، وكلنا إيد واحدة علشان العمل يطلع مظبوط. وأحب أشكر الأستاذ رضا أبو السيد وكل الناس اللي مسندني. ربنا يخليكم لبعض وتفضلوا ايد واحده. وانا مبسوطه جدا باللقاء معاك، وعلى فكره ده مش هيكون لقاء واحد، لينا لقاءات مع بعض كتير، لان انا بصراحه الناس لما عرفوا ان انا مستضيفاك اتبسطوا جدا جدا جدا، واكيد لينا لقاءات مع بعض. تحت امرك. بشكرك جدا جدا على وجودك معايا النهارده. ربنا يخلي حضرتك. وبشكر اعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم برنامج عناشه صح. استنوني الجمعه اللي جايه.